وقلبه يما انخلى، قلبه يما انخلى، خاف يأذى انخلى، خاف يجرحه. احنا مهنتنا زراعة النخيل ومتوارثيها ابا عن جد. والنخيل اصناف نوعيات كثيرة، يعني اصناف كثيرة، مثل الزهدي او الخستاوي والبرحي والخضراوي، ونوعيات يسمونها الهويندي، ونوعيات يسمونها البريم. يعني هسا نوعيات البريم عليها اقبال بشكل مو طبيعي، يعني محافظات الجنوب هسا يردون نوعيات، يعني اقبالهم على زراعه النخيل نوعيات يسمونها البريم، هذا اقباله. وبعده يجي نوعيات يعني كثيره مثل الاشرسي او اللي يسمونه البربن، ونوعيات يعني عديده كثيره. وقت اللقاح يبدي من الشهر الثالث، بداية الشهر الثالث، وينتهي نهاية الشهر الرابع تقريبا. يعني هاي النوعيات يعني كنوعيات زينة تطلع بوقت متأخر، يعني مثلا نهاية الرابع، نص الرابع يلا تلقح. مثل نوعيات البرحي، هاي نوعيات تتأخر، أو الخضراوي، بعد يسمونه الخضراوي مندلي، يتأخر بالطلع. وإحنا بهيش طريقة بهيش حالة يعني لقاح ما يظل لقاح، فش نسوي؟ نقص اللقاح من الفحل ونقصه، مثلا نقصه صغار ونعلقه على سيب مكان في حتى الطحين مالته ما ينفض. يلا يعني نحافظ على اللقاح للنخل، وبهيش حالة إذا ما لقح النخل يعني مثل ما يقول يشيص ما يشد ويتلف. النخلة تمثلنا شلون؟ يعني مثل ما يقول مثل جهالنا، يعني النخلة مثل ما يقول مثل الجهل الصغير، يعني إذا ما تداريه وتحافظ عليه يعني ما تنطيك التاج بصورة صحيحة. النخلة من يجي شالوا على النخلة نظل واقفين يمه، نريد يحافظون على النخلة، أخاف يأذى الأسعفة، وقلبه يمه انخلى، قلبه يمه انخلى، خاف يأذى انخلى، خاف يجرحه، اخاف يعني ما لازم ينظف النخله حتى باكر عقبه من يركس النخله ما تاذيه ولا تعبنا باللقاط. فاذا ما يظل قلبك يما انخلى يعني بصوره صحيحه، والنخله اذا ما تقف انت تقف يما الشالوع يعني وتنتبه على شغله، يعني مرتب ما مرتب لازم تقف يما الشالوع. والمثلا اللي يلقح النخل لازم تنتبه عليه ما تعوفه. والنخلة مثل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا عمتكم النخلة، لازم تحافظ عن خلب البيت. الشغلات تمتاز بها النخلة من تحمل، من تلقح انخلة، أكو مثل العثق، النخلة تحمل مثل عثوك كثير، لازم شو تسوي من وقت اللقاح؟ تكمش العثق من فوق حتى تصير تكمش العثق من فوق، تقرص الراس مالته من فوق. ليش؟ حتى تصير تمرة كبيرة وتحافظ على الحمل مالته، وصير شويه مرتبه، مو تقول مثل يعني تعوف على الحمل مالته. اكو قسم من عندهم يقصون العثوق من جوا، ليش؟ حتى تصير التمره مالته كبيره. هذا الشغل غلط مو صحيح، لازم ايش تسوي وقت اللقاح؟ تقص الراس مال العثق. ليش؟ حتى يصير عثق مرتب وتمرته كبيره. هو كل عثق له مجرى مال مي واحد. ليش؟ حتى يغذي هاي العثوق مال التمر، يغذي الكميه مال التمر، لازم تحافظ عليه.